السلام عليكم. مع الإعلان عن المي ميكس ألفا، شركة شاومي أعلنت كمان عن المي 9 برو 5G، وفي الفيديو ده هوضح كل حاجة محتاج تعرفها عن الهاتف. الشاشة بتكون أموليد بقياس 6.4 بوصة بدقة فول اتش دي بلس 2340 في 1080 بكسل، بكثافة بكسلات 403 بكسل لكل بوصة، ونسبة استحواذ الشاشة بالنسبة للواجهة بتكون حوالي 90.5%. الظهر بيكون من الزجاج والفريم من الألمونيوم، وسواء الظهر أو الشاشة فبيكون عليهم حماية من كورنين جوريلا الجيل السادس. الشاشة بتدعم الـ DCI-P3 وبتدعم الـ HDR، والبرايتنس بيكون 600 نيتس، وزن الهاتف بيكون 196 جرام. المعالج بيكون سناب دراجون 855 بلس بتقنية 7 نانومتر أوكتا كور، ومعالج رسوميات بيكون أدرينو 640. الرامات بتكون إما 8 أو 12، والمساحة الداخلية بتكون إما 128 أو 256 أو 512. بالنسبة للكاميرات، فالهاتف بيجي بثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8 بمستشعر من سوني IMX586، التانية بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2 ألترا وايد 117 درجة بمستشعر من سوني IMX481، وبرضك بتقوم بدور الكاميرا الماكرو وبتكون مخصصة لالتقاط الصور من مسافة 4 سنتي. الكاميرا التالتة والأخيرة بتكون بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2 تليفوتو 2X Optical Zoom. الكاميرات بتدعم البانوراما والـ HDR، وبتصور 4K على 30 و60 إطار، وبتصور سلو موشن 960 إطار على 1080. بالنسبة للكاميرا السيلفي فبتكون بدقة 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0، والكاميرا بتدعم الـ HDR وبتصور 1080 على 30 إطار. البطارية بتيجي بسعة 4000 ملي أمبير، والهاتف بيدعم الشحن السريع 40 واط، وبيدعم الشحن اللاسلكي 30 واط، وبيدعم الشحن العكسي 10 واط، ومنفذ الشحن بيكون تايب سي. الهاتف مفهوش جاك 3.5 ملي، ولا فيه راديو اف ام، ولا بيدعم تركيب كارت ميموري، ولكنه بيدعم الـ NFC، وبيجي معاه في العلبة شاحن سريع. ده غير ان الهاتف بيجي بسائل تبريد عشان حرارة الهاتف ما تعلاش قوي، خصوصا مع الألعاب. وبالنسبة لسعر الهاتف، فالهاتف بينزل بأربع نسخ، 828، ودي بيكون سعرها بحوالي 518 دولار، 8256، ودي سعرها بيكون بحوالي 532 دولار، 12256، ودي سعرها بيكون بحوالي 574 دولار، 12512، ودي سعرها بيكون بحوالي 602 دولار. ده كان كل حاجة الفيديو النهاردة. ياريت لايك وشير للحلقة عشان توصل لأكبر عدد، اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة أول لما تنزل، دعمكم بيفرق في الاستمرارية. ألف شكر على المشاهدة، وأشوفكم في فيديوهات تانية إن شاء الله.